مصلحة مين يا أستاذ منتصر دايما العين على لعيبة الزمالك؟ اشمعنى لعيبة الزمالك العين عليها؟ يعني دلوقتي زيزو، بكرة فتوح، بكرة صبحي، بكرة الونش، اشمعنى لعيبة الزمالك اللي دايما عليها، بتشوف عليها كلام كتير وعروض وإشاعات وهيمشي، اشمعنى؟ بص يا ساهر، خلينا بس نتكلم من جزئيه جزئيه. لا، العين ليه على لعيبه نادي الزمالك؟ لعيبه نادي الزمالك هم الافضل، هم الاميز، هم انت بتتكلم على واحد الافضل في مصر في اخر 3 مواسم، احمد مصطفى سيد زيزو، بالارقام وبالاحصائيات. زيزو ارقامه واحصائياته ومساهماته في الاهداف والاهداف اللي سجلها اكتر من اجنحه الاهلي كلها مجتمعه، يعني اكتر بكتير. يعني لو انت بتحط قدامه حسين الشحات وبرسنتاو وكهربا وطاهر محمد طاهر، زيزو بسم الله ما شاء الله عامل مواسم اكثر من رائعه، فبسم الله ما شاء الله منور. دي قيمه، وده قدر لعيبه نادي الزمالك، انه دايما لما اللعيبه بتنثار في بوتقته وبتخلص العطاء، ربنا بيكرمهم من واسع. عايز اقول لك في جزئيه زيزو، انا كنت دايما بتحدث مع والد زيزو في فترات سابقه، يعني مش بعد الازمه دي، انا للاسف رنيت عليه قبل الهوا ما ردش، بس عشان يبقى الناس مصدقانا يعني. وتحدثت مع المستشار مرتضى منصور، لانك انت في النهايه كصحفي لما بتطلع عايز تقول حاجه الناس تصدقها، يعني البيان المحترم. انا انت قريته اكيد في الانترو، وبيان محترم وبينهم عن انه راجل عاشق نادي الزمالك، بيتحدث يعني على انه الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو طلب رحيل نجله، ان احمد مرتضى رحب بالرجل وابلغه رفض العرض السعودي وكذا، وقال ان هو بيتفهم الانفعال بتاع الكابتن مصطفى كاب. انا عايز اقول لك انه نادي الزمالك مش ناسي زيزو، انه لما اللجان المعينه كانت حاطه شرط جزائي في عقده 42 مليون جنيه بعد اول موسم، يعني بتكلم على 1.5 مليون دولار. فلما جه المستشار مرتضى منصور بعد العوده ونجاحه في انتخابات فبراير 2021، جد زيزو جدد مره اخرى ولغى الشرط الجزائي، وكان موقف محترم من والد زيزو. لو كنت اتكلم معاه قال لك احنا ناس صعايده من المنيا، بنرضى باللي ربنا كاتبه لنا، طالما اتفقنا بنحترم كلمتنا مع نادي الزمالك. وزيزو حابب يكمل في نادي الزمالك، رغم ان وقتها كان جاي له عرض من العين الاماراتي برقم كبير. نادي الزمالك بيقدر مثل هذه التصرفات، عشان كده زيزو شايف كمان والده انه حب جمهور نادي الزمالك ليه لا يقدر بثمن، وانه زيزو مؤهل انه يبقى ايقونه من ايقونات نادي الزمالك عبر التاريخ. انا اتمنى ان احنا نفضل ثابتين على هذا الموقف. صحيح نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه، زيزو ليه مستحقات، انت كنت بتقول خبر دلوقتي انا بالنسبه لي جديد، كنت بتقول ليه على مستحقاته. مستحقات بقى هتتجدول، يعني مش زيزو بس. يعني مش قصدي لا، فعلا النادي جهز كل مستحقات زيزو، جهزها كلها فعلا المتاخره وانا مش هقول الرقم يعني، واعتقد يعني بكره هتكون في حساب. طيب خلاص يعني. انا كنت حريص ان انا اعمل المداخله دي عشان تبقى المعلومه قدام الناس اللي واصله. فانا اثق تماما في ان المستشار مرتضى منصور لو يطول يجيب نجمه من السماء لعيبه نادي الزمالك اللي هم الابطال اللي استحملوا ظروف النادي دي، هيجيبها، واولهم احمد زيزو واحمد فتوح وكل العناصر اللي موجوده. احنا بس يا جماعه، ورساله الوالد زيزو، حب جمهور نادي الزمالك لا يقدر بثمن. صحيح المغريات كتيره جدا، وصحيح ده ابنك وانت حابب تشوفه، وصحيح انه ليه مستحقاته وهو استحمل النادي زيه زي كل اللعيبه، انما نادي الزمالك وبالذات المستشار مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور لا يبخلوا باي شيء. وشفنا في فترات سابقه زيزو يعني كان جاي من نادي برتغالي وبيتدرب في المنيا، ولما جه مع مستر جروسف 2019 ما كانش مقتنع، وامير مرتضى يعني جابوا، الناس كلها كانت تقول لك مين زيزو ده اللي جاي، مش عارفه ب 200 قرابه كان قيمته السوقيه تقريبا 200,000 دولار او 400,000 دولار. بسم الله ما شاء الله دلوقتي قيمته السوقيه 5 مليون دولار، وهو الافضل في مصر، وبالتالي انت الافضل هيجي لك عروض. انما نادي الزمالك، وحتى كان كلام والد ابو زيزو المحترم مستوى ليه، انه حتى لما بتيجي العروض هو بيبقى محتاج رد يعني يشفي غليله، زي ما بيقولوا ان احنا عايزين زيزو، محتاج ان النادي يتمسك بزيزو، يعني إن يحس ان يعني زيزو بتاعنا، احنا عايزين زيزو يا عم، احنا عايزين زيزو وزيزو ما فيش غيرنا. ده اللي قاله المستشار مرتضى منصور النهارده واحمد مرتضى منصور، لان زيزو تبني عليه فريق، تبني عليه فريق يعيد البطولات مره اخرى لنادي الزمالك زي ما انت حققت معاه بطولات. ورب وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس ادارته ما بينسوش ابنائه المخلصين، فبالتالي النهارده الكلام ده حتى لو حصل بعد الانفعالات او الكلام ده كله، انما في النهايه زيزو انا بشوفه من ابناء نادي الزمالك المخلصين، بشوف ان والده المحترم
حتى لو في بعض المتغيرات حصلت، انما هو راجل بيرضى بالرزق، ربنا يحميه من الاصابات. العروض هتيجي. قد يخرج زيزو في فتره بالفترات، يكون النادي وقف وتعافى وهو من كباتن الفريق او من الناس المؤثره فيه، ويخرج بشهر ربنا هيعوضه مره واثنين وثلاثه، لانه يستحق. وكمان نادي الزمالك يستحق ان احمد مصطفى زيزو، وده الفرق ما بين لعيب بيضحي ولاعيب بيجيله. يعني انت لو بتقارن احمد زيزو بامام عاشور، فرق السماء من الارض. انت لعيب كان باقي في عقده سنه، قعد يعيط عشان يحترف، هداف دوري فالنادي باعه، واحسن لعيب ومستواه فالنادي ثابت. النادي باع عقد لاعب في سنه ب 3 مليون دولار ومش عاجب الناس، بتقول لك انت بتفرط في قيمته. طب النهارده بعض الناس يقول لك، بعض الناس المغرضه للاسف المنتسبه، يقول لك حق اللعيب. لا، مش حق اللعيب، حق اللعيب انه يقف مع نادي، طالما العقد شريعه المتعاقدين، طالما قصه مستحقاتك. نتحمل كلنا ظروف النادي الزمالك، النادي الزمالك ما بياكلش مليم على ابنائه. نادي الزمالك هيدي مستحقات زيزو، وان شاء الله احمد فتوح يبقى موجود، ومحمد صبحي. الناس بتتكلم على الصفقات حقك، الناس بتتكلم عن فك القيد حقك، انما المؤكد انه الحق الموجود الحقيقي اللي تقدر تحافظ عليه دلوقتي قوام الفريق والرجاله طبعا اللي موجوده دلوقتي طبعا. ان مستحقاته هي دي الحكمه، هي دي الحكمه. ان النهارده اقتل النادي كله، يعني تخيل واحد زي زيزو النهارده، باحترام ليك خلينا نتكلم مع جمهورنا المحترم بشفافيه وبدون يعني تزويق كلامه، بنقول كلام لو رزينا على الله. تخيل واحد مهم زي زيزو، الافضل في لعيب مصر، الافضل تحافظ على زيزو ولا ما تديش فلوس زيزو، وتروح جايب مثلا ساهر من بره تدي له كذا، فزيزو يقول لك ما انت معاك فلوس بتجيب اهو، وانا احسن لعيب في مصر عندك مش مديني، بس نمشي. وتيجي انت كجمهور، يعني بعض الجماهير المغرضه او اللجان الالكترونيه بتاع، يقول لك ما انت اللي ضيعت زيزو، طب ما انا جبت ساهر. لما انت اللي كنت اديت ده، وانا يا جماعه انا برضو واحد حاجز عليا ومفيش فلوس والموارد والدنيا، وبقاتل عشان اخلي الجنين يعيش، وانت شغلت موت.